نبداو كما نقولوا على 10 انا مطالب انك يصلوا التراويح وعدهم يرقدوا شويه نبداو على 10 نديروا 20 حزب 20 حزب 20 حزب الطالب لازم يدير حزب في الركعه نعم ومن بعدها يريحوا شويه نص ساعه هكا نديروا 6 حزب يدير الطالب نصف حزب في الركعه هذه هي المنهجية بصفة عامة. هل في البداية كانت موجهة إلى فئة عمرية معينة أم كانت موسعة؟ لا أنا اشترط في الالتحاق بالمدرسة أن الطالب يكون يحسن القراءة فقط. نعم. يحسن القراءة. ممكن تلقى في الثالثة ابتدائي يحسن القراءة. نعم. ممكن تلقى في الرابعة في ثانية ولا ثالثة متوسط وما يحسنش القراءة. إذا يحسن يقرأ في المصحف هذا هو. الآن تطورت المنهجية يعني فيه أشياء إضافية أضفتموها إلى المنهجية طبعا هي أولا عدنا في التكرار هذاك ثلاث أنواع من التكرار وهذا هو ربما السر له الأولاد يحفظوا حفظ متقن وأنا نعطيكم معناه مثال لهذه المنهجية صاحبها يحفظ حفظ متقن مثال مثلا في القرآن وفي الحديث وفي المتون نعم في القرآن عندنا واحد طالب راهو معروف ناشط في جهة وهرن يقول له فضيل بالعظم نعم. راه مشهور ما شاء الله ويحفظ ما شاء الله البنات والبنين أنا أذكر مرة ولما كنت أنا إمام في المسجد الشطنة المسجد في المقطع الظهراوي كان هو المسجد الوحيد في الله راه هو المسجد الوحيد طبعا في الشارع نعم. كنت إمام ثم معقل دخلت ذاك الوقت في سنة 91 دخلت الإمامة نعم 91 ملا سبحان الله كنا في رمضان خاصة في العشر الأواخر نبدأ الكيت أو جاء ذاك الوقت معقل في نوفمبر أو ليل طويل ليل طويل أطول نبدأ كما نقولوا على 10 أنا مطالب أنك يصلوا التراويح وعدهم يرقدوا شوية نبدأ على 10 نديروا 20 حزب 20 حزب 20 حزب الطالب لازم يدير حزب في الركعة نعم ومن بعدها يريحوا شوية واحد نص ساعة هكا نديروا 6 حزب يدير الطالب نصف حزب في الركعة نعم ومن بعدها نسحروا ومن بعدها نزيدوا حزبين الطالب يدير ربع حزب في الركعة ما شاء الله هذا في مسجد احمد شطاب في احمد شطاب يعني لما كنت تأم الناس هذه وري كنت كلمتك الان هو انواع التكرار عندنا تكرار الترسيخ ونقص اخر حزبين يحفظهم الطالب نفرضوا احنا الطلبة الان راهم في حزب المجادله حزب المجادله معناها كاين حزب اخر حزبين هم المجادله والجمعه هذو الحزبين تاع الترسيخ يكررهم الطلبه ثلاث مرات او على الاقل مرتين في اليوم نعم مدة 15 يوم مدة 15 وهذا هو السر في ال إذا كاين التكرار الأول يقولوا تكرار الترسيخ وهو آخر حزبين يحفظهم الطالب نعم هذا يقعدوا 15 يوم 15 يوم احنا كنا نقراوا ثلاث مرات وعلى الأقل مرتين مرة صباح ومرة العشاء واسم على مسمى من أجل الترسيخ لأن الحفظ جديد نعم هذا هو ومن بعدها كاين تكرار المراجعة المراجعة هو ما سبق حفظه بعد الحزبين قال احنا قلنا في المجادلة والجمعة هذا والترسيخ بعد حزب الملك وحزب الجن وحزب النبأ وحزب الأعلى هذوك مراجعة هذوك نقراوهم تعود عندنا الوقت انا نكررهم مرتين في النهار بلاص بصح كي يكثروا الحزاب ممكن نختمهم نوصلوا مثلا 10 حزاب ولا 15 حزب ممكن نختمهم في يومين وكان نلحقوا مثلا ربما 40 حزب ثلاث ايام بصح المهم البرنامج اللي دايرينه الطالب لازم يختم القرآن في 5 أيام ونصف ولو كان مثلا يوصل حتى العمران ولا البقرة كل ما حفظه لازم يختمه في 5 أيام ونصف عدو سبت الحد اثنين ثلاثة الأربعة ونصف نهار تاع الخميس نعم هذه قبل تنشئة المدرسة أو الزاوية العمرانية هكذا اسمها نعم. العامرية أو العمرانية 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 نعم العمرانية من العمران والبناء وبناء الإنسان في الحضارات هو أعظم بناء يعني لما نتكلم في تفاؤلا يعني تكون عامرة هذا قبل بناء الزاوية العمرانية في الزاوية العمرانية هل بقي النهج مثل ما هو أم حدث فيه بعض التغييرات طبعا قبلها كنا
من قبل الزاوية كنا نقرأ القرآن فقط، أما لما انتقلنا للزاوية كنا نقرأ الحديث والمتون العلمية. الحديث عندنا كتابين، بس عندنا سنتين دراسيتين في 18 شهر. 18 شهر الطالب يكمل البرنامج كله، يتخرج القرآن في الحديث في المتون كل شيء. عندنا في الحديث كتابين، نبدأ الأربعين النووية، وعلى ذكر الأربعين النووية العدد الضعيف قمت بدورات ما يزيد عن 40 دورة في أكثر من 20 ولاية في الأربعين يوم، بس هنديروها في العطل، قال عطلة الربيع، عطلة الشتاء، في الصيف. تحفيظا وشرحا ولا حفظ؟ حفظ، حفظ، حفظ. نعم. هذه الأربعين النووية الطالب يحفظها في 4 أيام، ولكنه يقضي معانا في المسجد والله في المدرسة ساعات، خمس ساعات الصباح وربع العشية. مكثفة يعني. مكثفة، حفظ مكثف، ويعود في عطلة. في عطلة. ثاني القرآن أذكر مرة في سنة 2004 واحد الطالبات كان يقرأ عندي في الصيف، هو كانوا يقرؤون قبل، كانوا يجوا من العصر حتى قبيل المغرب ونص ساعة قبل ما خلنا نسرحهم، كانوا ذاك الوقت كملوا 20 حزب في القرآن. كي الحق كي عدنا في مي، ما لا نقترحت عليهم، هو قال لهم الآن ثلثين، قال لهم 40 حزب. كانوا سوسوس والولا تجادلوا في العنكبوت 20 حزب ثمانية. وقلتهم الآن راه جاي العطلة، تعودوا عندكم جويلي أوت، تقدروا هذيك 40 حزب تحفظوها في ثلاثة أشهر. بصح لازم تقضوا 9 ساعات في المسجد، 5 الصباح و4 العشية. وبالفعل كانوا يحفظوا نصف حزب في اليوم يوميا، نصف حزب يوم. ما عدا الجمعة كان فيها عطلة. وبالفعل في 3 أشهر هذيك جوان جويلي أوت كملوا هذيك 40 حزب. هذه منهجية خاصة في التحفيظ يعني، فيه تلقين ولا؟ لا، احنا أولا لقلهم. نعم. هذاك الثمن ولا الربع ولا النصف لقنوا باش يسمعوا القراءة ويعاودوا من ورايا. نعم. لابد التلقين هو الأول. نعم. باش يسمعوا القراءة الصحيحة. ومن بعدها بالنسبة عندك أنا بالنسبة للعراضة ما نعرض حتى واحد. لماذا؟ لأن في الحلقة لكن لم يعودوا نكرروا، هاي قرأوا جماعي فردي، هو يبان يصحب. يبان اللي حافظ مش حافظ، يبان يظهر، يبان. معناه أنا قاعد ما نتعب صحيح في العرضة، معناه سواء في القرآن ولا في الحديث ولا في المتون. وليذا هذه الدوران درناها قلت لك في 3 أشهر الله يبارك حافظوا 40 حزب ما شاء الله. في الحديث كما قلت لك، كما قلت أيضا كاين 40 في 4 أيام يحفظوا الأربعين النووية. رانا درنا قلت أكثر من 40 دورة في 20 ولاية. وكاين كتاب عمدة الأحكام، هذا حق مقرر في الأزهر الشريف، فيه 422 حديث كله في الحديث متفق عليه في الصحيح. هذا أيضا درت 4 دورات يحفظوه في 22 حتى 24 يوم. أول دورة نعقلها درتها في العاصمة، دورتين في العاصمة حفظوه في 22 يوم. وكان درنا دورة ثانية في العاصمة، درنا دورة بعد في الغرب الجزائري في معسكر أيضا حفظوه نفس الشيء، ودورة في الشرق في سطيف أيضا. عند واحد داخل أخي واحد يقول اليمين سبحان الله، هو يخدم في الحماية المدنية، بصح الله يبارك ناشط، واحد النشاط ما شاء الله في مجال القرآن، ما شاء الله متطوع. هذه العينات يعني تدل على أن نجعت المنهجية، يعني مش ليست ضربة حظ أنه وفقنا ربي، وفقك ربي أنك جمعت مجموعة من النخبة وعندهم أعطيهم ربي ملكة الحفظ، وإنما التعميم هذا دلالة على نجعت المنهجية. يعني كنت نذكر لك هذاك الأخ فضيل، يعني هذه اللي باش تبين لك هنا أهمية وقوة الحفظ المتين. احنا كنا في العشر الاواخر كل 3 أيام نختموا القران، نديروا 20 حزب في الليله، كل 3 أيام نختموا. كعدنا في 3 أيام الاخيره من رمضان، كعدنا في الليله الاخيره في 20 الاخيره تبدا من ولاد وجادي وصنع عنكبوت، وجايين فيها كسور صعبه، العنكبوت، الروم، السجده، سبا، فاطر، حواميم، تحت الحديد، المجاد، كل الصور الصعبه في هذيك 20 هذيك. ما لا سبحان الله، هذا الأخ فضيل بالعظم وناشط ما شاء الله، معروف اللي في جيت الوهران يحفظ ما شاء الله البنات وبني. ما لقيتو احنا كل طالب عنده حفظ حزبين
يدير حزب فركه. نعم. احنا قلت لهم خلوا الطلبه يحضروا حزبين، بصح انت كي تبدا كمل طول. ما قد تسلم نذكر. اذا انت يقدر تفتح بركه، واذا ما كانش كرام محضرين. الله يبارك، حزب 20 حزب جابها على نفس واحد. ما شاء الله. هذا يدل على الحفظ، الحفظ المتقن، الحفظ المتقن. بالنسبه لل لل لل, لل للمتون الحديثة اللي ذكرت لك، قلت لك درنا العمدة حفظوها كيما في 24 يوم، أربع دورات درناها. وبالنسبة للمتون أيضا، مرة مثلا نذكر هدية الألباب جوهر الأدب، هذه كل يقرأها بالزوي، لأنها تتكلم على أداب الطالب مع والديه ومع شيخه ومع جيرانه ومع أصدقائه، بل حتى مع أهل الذمة من اليهود والنصارى. معناها ما شاء الله كل زوية قرأها بها، فيها 146 بيت. هذه درت واحد الدورة لواحد الوليدات يقرأوا عند الطيب الطالب، الطيب الطالب معروف راه مشهور وناشط. نشط. ما جابهم لي للزاوية تاع البرج، بصح قضوا عندي يومين. معناها يباتوا ثم. في يومين حفظوا هذيك الهدية الألبوم 146 بيت، معناها كي تقسمها على اثنين شحال تعطيك؟ تجيك 23 وال 50 73. ايه 73 73 كانوا حفظوا في النهار 73 بيت. ما شاء الله 73 بيت حفظوها في نهارين. حفظوها في نهار. غريزة الإنسان لما يكون أمام الناس ما يظهرش مظهر العجز، ولهذا هو إما أن يستقيم أو يستقيل، واحدة من زوج، إما يعود يحفظ ويلقى روحه وراه يمشي مع الجماعة، ما يروح الدار. احنا في الأغلبية تاع الطلبة يروحوا لأرواحهم، ما نسرعوش. الحاجة المهمة أنه الإنسان قبل ما يحفظ لازم يدير في باله التطبيق، لأن القرآن أنزل لكي يطبق، لكي باش كان النبي كما تقول عائشة رضي الله تعالى كان قرآنا يمشي.